طيب احمد سيد زيزو قلت لكم من زمان ان هو مركز في الاحتراف، وقلت لكم اول واحد في مصر قال لكم على الشرط الجزائي بتاعه اللي هو 42 مليون جنيه، وقلت لكم ان ده الكوبري بتاعه للنادي الاهلي ماشي، وده كان في مرحله، ولما اول ما جه مرتضى لما قعد يشتمه وبتاع كلام من ده قلت لكم الكلام ده. ثم بعد كده والده ربنا يديله الصحه والعافيه الحاج مصطفى السيد قال لي يا اسطوره احنا مش هنمشي بنادي الزمالك غير بموافقه اداره نادي الزمالك، وهنخرج من الباب الكبير ولن نرحل بالشرط الجزائي، ولن نرحل بالشرط الجزائي، وانما سنرحل بعقد مرضي للمسؤولين في نادي الزمالك يكسبوا من وراه. كان حلم احمد سيد زيزو انه يروح انجلترا او فرنسا او تركيا، كان عنده عروض، لكن طول الموسم عندنا واغلاق القيد النهارده في اوروبا خلى الدنيا تبوظ، وده اللي افسد عرضه في لانت الفرنسي. طيب هو هيعمل ايه؟ هو يروح يلعب يوم 9 سبتمبر ماتش كاس لوسيل بين الزمالك والهلال، ولن يعود الى القاهره، لن يعود الى القاهره. الشرط الجزائي اللي عنده ابو 42 مليون جنيه اللي هو 2 مليون دولار و100 الف لن يستخدمه، وانما يوجد عرض قوي ورسمي لاداره نادي الزمالك ب 5 مليون دولار نظير شراء احمد سيد زيزو. طب الشرط الجزائي بيعمل ايه؟ الشرط الجزائي بيدعم موقف واصرار احمد سيد زيزو في الرحيل. فاحمد سيد زيزو هيلعب كاس لوسيل في قطر وهيكمل مع الريان. طب ايه اللي خلاه يقتنع بالريان وما يكملش مع الزمالك 3 مليون دولار في الموسم؟ اتنين، ان الدوري القطري والاماراتي والسعودي فيه نجوم اوروبيين وافارقة وامريكا اللاتينية كثر، وفي سمسرة بتتابعه، فقال لك ده ممكن يبقى محطة الانتقال الى اوروبا برضو. الاهلي مش في دماغه دلوقتي، حق ربنا مش في دماغه. لو في دماغه هقول لك، لو في دماغه دلوقتي هقول لك، لكن الاهلي دلوقتي مش في دماغه، وارد يبقى في دماغه بعدين، لكن ما فيش شرط جزائي في عقد احمد سيد زيزو مع الريان. لو هيبقى فيها يبقى في اتفاق مع الريان. انا سالت هل هيبقى في شرط مالي للاحتراف؟ قال لك الشرط المالي للاحتراف يوم ما يتحط هم الناس هيشتروا بخمسه ويدفعوا ثلاثه لن يقل عن 8 مليون دولار. فمش من الذكاء ان انا اطلب احط شرط جزائي 5 مليون دولار زي ما انا اشتريته وانا كنت شغال محوالجي، لا طبعا. فبالتالي مش هيبقى في شرط، اللي هيعوزه هيتفاوض مع مين؟ مع الريان القطري. طب سياسيا هل الريان القطري اللي مرتضى بيشتمه وبيهاجمه من ايام ابو سنيد ودلوقتي في مرحله تحسين العلاقات وحاجات بالشكل ده، هل هو الريان القطري هيجيب احسن نجم في مصر دلوقتي نجم الموسم وياخده وبعدين يرجعه للنادي الاهلي؟ ليه؟ هل يتدخل طيران قطر؟ وارد. هل اللي ممكن يحصل مستقبلا؟ كل شيء وارد، كل شيء وارد. لكن حلم احمد سيد زيزو وابوه هو الاحتراف في اوروبا. هيجي بقى كوبري تاني للنادي الاهلي؟ علم الغيب ده بقى، علم الغيب الله اعلم، بس كنا مش عارفين نخلص الناس اللي في مصر. محمد رضا بابو ابو 22 سنه بتاع وادي دجله الاهلي مش عارف يخلصه ليه، ومرتضى بيطلع يقول لك هستقيل لو محمد رضا بابو راح فين؟ راح النادي الاهلي بقلب جامد، بقلب جامد، قال لك استقالت امام انتقال. هل ممكن ينتقل ونشوف استقاله مرتضى؟ اشك، لانه مش هيقول كده غير هو واخد كلمه من وليد دعبس رئيس النادي. لا كابتن شوبير مش هنا، كابتن شوبير يا حبيبي سافر امبارح الاربع الى الى سلطنه عمان لمنح دورات تدريبيه للاعلاميين في سلطنه عمان او في الخليج، حاجه بالشكل ده كده ماشي. فهنا موضوع احمد سيد زيزو يرحل، اخر مباراه ليه كاس لوسيل، النادي الزمالك سيستفيد ب 100 مليون جنيه، 5 مليون دولار. انا بحيي وبشكر الحاج مصطفى السيد اللي هو والد احمد سيد زيزو على حرصه ان ابنه يمشي وله ظهير جماهيري واقف وراه وبيدعمه وبيسنده، ما مشيش بالشرط الجزائي، لكن الشرط الجزائي قواه وهو بيتفاوض، دعمه وهو بيتفاوض، ماشي الحال. انا بقول لك اللي بيحصل بكل امانه ومسؤوليه، لا بلف ولا بدور. لا جون ابوكا، ما انا قلت لك ان الزمالك انسحب منه لفيوتش، الزمالك انسحب من صفقه جون ابوكا اللي هو تاني هداف الدوري بعد احمد سيد زيزو، الزمالك داخل فيه جامد ومعاه فلوس، قال لك ربع مليار و5 مليون دولار جايين له اهوت من لعيب
احمد سيد زيزو قال لك اجيب جون ابوكا باي رقم، جه داخل في فيوتش قال لهم طب خلاص انا هسيب لكم الراجل ده بس تدوني عمر كمال عبد الواحد، قالوا لا احنا مش هنسيبه ولا لعيب، قال لهم طب اشمعنى تسيبوا محمد رضا بوبو؟ قالوا مين قال لك ان احنا هنسيب محمد رضا بوبو؟ مش هنسيب اي حد. لايك وشير وصلي على حبيبك سيدنا النبي الزين جد الحسن جد الحسين. اروح معاك بقى الموضوع تاني.